قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله في كتابه. فهنا أراد المصنف أن يبين أن أخطر شيء يجب أن يعرفه الإنسان لكي يحذره هو الشرك بالله. والشرك أخفى من دبيب النملة في ليلة سوداء على صخرة صماء، ويدخل على الناس بمداخل كثيرة. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون على معرفة بهذا الشرك صغيره وكبيره حتى يتقيه. وإلا الإنسان إذا لم يتعلم ولم يعرف ما هو هذا الخطر وما هي الوسائل الموصلة إليه، كيف يتقي؟ لا يستطيع أن يتقيه، خاصة إذا عرفت أنه لا يغفر، وأنه ليس له إلا جزاء واحد في الآخرة، وهو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، ولا ينفع معه عمل صالح أبدا. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني هذا الشرك الذي إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خاصة إنه إبليس حريص على إضلال الناس، ويزين للناس الشرك في صورة محبة الصالحين، والتوحيد في صورة تنقص الصالحين. ما دعا داع إلى التوحيد وحذر من الشرك إلا ورمي هذا الداعي بأنه لا يحب الصالحين. فمحبة الصالحين عند هؤلاء هي عبادته وإعطاؤهم غير حق الله جل وعلا، أو إعطاؤهم حق الله جل وعلا. أما أن تقول إن العبادة كلها لله ولا ينفع أحدا أن يلقى الله عز وجل وهو مشرك، فهذا هو السب للصالحين والطعن عليهم وعدم محبتهم والتسفيه لأحلام من يحب هؤلاء إلى آخر من هذه الترهات والخيالات والباطل الذي يصدون به المساكين عن دين الله الحق الذي هو أعظم شيء جاءت به الأنبياء والمرسلون. طيب، قال: ينبغي على ما تقرر سابقا، أي أني خلقت أنك خلقت للعبادة وأن العبادة يفسدها الشرك، ينبني عليه أهمية معرفة هذا الشرك، لأن من عرف الشر تمكن من الخلاص منه بخلاف من لم يعرفه. ثم بيّن خطورة الشرك بأمرين: الأول بوصفه أنه شبكة، وهذا يشعر بتشعب مداخله وتعدد وسائله وصعوبة الخلاص منه إلا لمن وفق.
الشبكة يا أخواننا منتشرة بتكون دائما، فيوصل إلى الشرك بالله التعلق بالصالحين والغلو في ذلك وتعليق صورهم والاحتفاظ بها، كذلك البناء على القبور يوصل إلى ذلك، كذلك من الأمور التي تخفى على كثير من الناس من الحلف بغير الله وقولهم كما قال ابن عباس كما نقل المصنف في كتابه كتاب التوحيد، يقولون لولا البط في البيت لسرقنا اللصوص، ولولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ويقولون لولا أن الريح طيبة والملاح حاذق لغرقت السفينة. يا أخواننا من الشرك، وكثير من الناس لا يقصده لكن لا يدري أن هذا من الشرك، وهو تفسير من حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال يقول لك والله امبارح شفته الحرامي داري تلب بس لقى الكلب رجع، والله إما الكلب كان تلب وسرق الموبايلات خدتين من برا تعبانين، والله إما الكلب كان سرقنا ده شري، ولكن ما سمع الديكة ولا البط ولا كذا كان سرقونا. يقول لك والله السواق ده كان ما شاله، السواق ده حريف خلاص، سواق كان ما شاله كان انقلبنا 4 مرات، ده كله من الشرك. ويقول لك والله الكابتن بتاع الطيارة ده لو ما زول خطير أظن احنا كان رحنا فيها مرة واحدة، ده برضه شرك. وإنما يقول الإنسان لولا الله ثم فلان، أو لولا أن الله سخر لنا ملاحا حاذقا أو كذا، مما يشعر بانفراد الله عز وجل بالتدبير. أما الإنسان يقول لولا كذا ولولا كذا ده شرك. فكيف بزول اللي بيقول الشيوخ بيخلقوا مع الله؟ الكلام ده قاعد في الكتب، كتاب اسمه ليك سلام مني بتاع البرعي، قال الشيخ خلق له بني آدم عديل وسماه عديل من شجرة، قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. قال من كرامات الشيخ السماني ده إنه العود قلبه لبني آدم، وده أبو جهل ما قاله. ده يوريك يا أخواننا إنه الشرك ده قاعد ومتشعب. كذلك من الأمور الممنوعة، ودي أشرنا لها في الخطبة في مسألة الدعاء، ولك يا أخي إن شاء الله ربنا يوصلك بالسلام، إن شاء الله ربنا يرزقك، إن شاء الله ربنا يحفظك، ففي الدعاء لا تقل إن شاء الله، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم رب اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له وليعزم المسألة. ما تقول لي زول إن شاء الله ربنا يحفظك، تقول له ربنا يحفظك، ربنا يعافيك، ربنا ينجحك. لو قيل لك ربنا يديك العافية تقول آمين، ما بتقول إن شاء الله. فهذه يجب أن يتنبه لها الناس، وده يوريك إن أخواننا المخالفات في العقيدة دي خطيرة. التقصير في أي باب من أبواب الدين غير العقيدة يسد، وحتى لو قصر فيه الإنسان واستوجب بتركه أو بالتقصير فيه عقوبة فإنه إلى مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر تقصيره. أما المشكلة في جانب العقيدة، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ويضاف الثاني، قال بيّن خطورة الشرك بأمرين إنه شبكة، الثاني هو الأخطر أن الله لا يغفره لمن مات عليه، وهذا واضح.
ويضاف إلى ذلك أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. فعن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. الند هو المثيل والشبيه. كيف؟ يعني لما تدعو الله وتدعو معه تاني كده جعلت له شنو؟ ند. لأنه أنت لما تدعو الله بتعتقد أنه الله بيسمع، بتعتقد أنه الله غني، وبتعتقد أنه ربنا عز وجل كريم، وبتعتقد أنه ربنا عز وجل يعلم الأحوال، وبتعتقد أنه ربنا قدير أنه يوصل لك شنو؟ ما سألته، إلى غير ذلك من أنواع العقائد العظيمة التي يعتقدها الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. فربنا خلقك، والذي خلق هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. الخلق هو براوة بيستحق العبادة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: والمشرك تحرم عليه الجنة، كما ذكر ذلك صاحب فتح المجيد لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك حرام عليه الجنة فلا يدخلها، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، يعني موحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أرسل أبا هريرة وعلى إثره علي رضي الله عنه أن ينادي في الناس أن لا يطوفن بعد اليوم بالبيت عريان وأن لا يحجن بعد العام مشرك. مشرك ما يجي البيت تاني، وتاني ما يطوف بالبيت عريان، لأن أخواننا الشرك بالله عز وجل محبط للعمل. وكان أهل الجاهلية يحجون وبعد ما نفعهم، لماذا؟ لأنهم كانوا مشركين. ولذلك المشرك يا أخواننا محرم عليه الجنة ومحرم عليه، بل ليس له ثواب من الأعمال أبدا. ولذلك يجب على الإنسان أن يتجنب هذا الذنب العظيم الذي حذر الله عز وجل منه في القرآن، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في السنة. وإن شاء الله في الجمعة القادمة إن يسر الله عز وجل نبقى مع القاعدة الأولى والثانية إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.